فعلا اليوم نتواجد بالقاعه الجماعه الترابيه ديال مدينه دودله، وتعطير ندوه حول الساحل وحول المنظومه البيئيه على المستوى ديال المدينه ديال ودلو، على المستوى الحوض المائي ديال الحوض ديال ودلو، واللي فيها جماعه الترابيه ديال ودلة، وجماعه الترابيه ديال قعسره، جماعه الترابيه تاسيفت، والجماعه الترابيه ديال بني سعيد، وكذلك الجماعه الترابيه ديال اولاد علي منصور. وهذه الجماعات الترابيه اللي اليوم حنا يعني نشتغل بواحد المنظومه يعني في اطار التفاعل يعني مع العمل البيئي، باش يمكن يكون عندنا واحد سواء على المستوى المطرح العمومي اللي كيعاني واحد مجموعه الاشكاليات كبيره على المستوى المدينه ديال ودلو، واللي في الحقيقه الجماعه ديال ودلو هي اللي تتحمل يعني العبء ديال هذا التدبير، هذا المرفق العام. ولهذا فنحن نفكر بمعية جميع الزملاء على اننا باش يكون عندنا واحد المطرح عمومي منظم اللي يعني يخرجنا من هذا من هذه الاشكاليه البيئيه الخطيره. كذلك عندنا على المستوى البيئي على مستوى مدينه ودلو كاين هناك مجهودات جباره اللي بذلت بفضل الرعايه الملكيه الساميه ديال جلاله الملك، وهي المحطه ديال تصفيه المياه العادمه واللي كان الغلاف المالي ديالها ديال 54 مليون ديال الدرهم، وكذلك على المستوى ديال جميع المحطات وعلى مستوى الشوارع ديال المدينه ديال ودلو، وكذلك على المستوى ديال المحيط ديال هذه الجماعات الترابيه الاربع. ولهذا فنحن اليوم هذه الندوه كرست يعني واحد مجموعه ديال التساؤلات اللي طرقوا لي الى الساده المتدخلين وكذلك السيد الاستاذ المحاضر الاستاذ بوغابه، يعني بايجاد يعني واحد مجموعه الخلاصات والاجابات فيما يخص هذه العمليه ديال المنظومه البيئيه على المستوى ديال المدينه ديال ود. المداخله ديالنا كانت حول تدابير التهيئه في ظل القانون، قانون الساحل الجديد ديال 2015، وكانت المداخله عباره عن ثلاث محاور أساسية. ما هي المشاكل الساحل، حيث تطرقنا إلى مشاكل التعرية ومشاكل التلوث، وما هي التدابير المتخذة للحفاظ على هذا الساحل، وتكلمنا كذلك عن المنظومة الإيكولوجية والطبيعية للساحل، حيث أنه يعرف دينامية يومية وفصلية، وهذه الدينامية تجعله دائما في تحرك مستمر، يجب على الساكنة أن تعرف هذا التحرك المستمر لأنه يعطينا الشكل العام للكتبان الرملية، للشواطئ، لجميع أشكال الجيومورفولوجيا الموجودة فوق الساحل. وتطرقنا كذلك في آخر المرحلة ماذا جاء به قانون الساحل سنة 2015، هذا القانون الذي يرقى إلى القوانين العالمية، إلى قوانين الدول المتقدمة، بحيث أنه فيه عناصر إيجابية جدا بالنسبة للشاطئ أو الساحل بصفة عامة.